نشر طب خلال المسيرة 47 لائحة تحمل عدة مطالب سياسية لتحقيق التغيير في البلاد والانتقال الديمقراطي. الطلبة يريدون جزائر جديدة كما يقول جابر. نحن نريد بناء دولة مؤسسات، دولة العدل والقانون. هذه الدولة مستحيل أن تبنى ولا يزال في الجزائر العدالة غير مستقلة والصحافة غير حرة، لا يزال معتقل الرأي. نحن نريد تحرير الجزائر والذهاب إلى بناء دولة حقيقية، دولة مؤسسة. عبد الكريم يحذر من الدعوة إلى الحوار مع الحركة الشعبي دون شروط. أنا لي رأيي الشخصي أنه الحوار هذا مجرد لعبة، لأنهم لما يقولوا مثل حراكم وتعالوا نتحاور رم يحوسوا أنه الشعب أو بصفة أولى الحركيين يمدوا الشخص مثلهم بيصغروا حيز العداوة، يعني يواجهوا الشخص ما يواجهوا الشعب. المتظاهرون طالبوا بإطلاق سراح الطالبة نور الهدى عقادي التي وضعت في السجن في تلمسان، باستقلالية القضاء وبفصل حقيقي للسلطات. الجزائر، فيصل مطاوي، لميدي 1.